السلام عليكم. هسه راح نشرح صفحة 12 من التوالي. هاي يسألك شو تحب من الأكلات، يعني ندخل بيها ضرب التكرار اللي هي often, sometimes, never. الأكلات اللي تأكلها غالبا أو sometimes تأكلها أحيانا أو الأكلة اللي أبد ما تأكلها. إذا دخلنا often اليو يأخذ I often eat، أنزلها. مثلا شو تحب يا أكلة؟ soup، هاي نوع من حساء شوربة، and rice و رز. What do you sometimes eat؟ sometimes أحيانا. ماذا تأكل أحيانا؟ قلنا اليو تأخذ I نحولها. I sometimes أنزلها، eat هم أنزلها. مثلا شنو أحيانا أكل؟ هي بيتزا. بيتزا هاي أكلة بيتزا. What do you never eat؟ شنو الأكلة اللي أبدا ما تأكلها؟ never يعني أبدا. فال you أحولها إلى I، never أنزلها، والإيت أنزلها هنا بالجملة. أنا أبد ما أكل مثلا desserts. desserts هي حلويات، ما أحب الحلويات. فأنت هذا اختياري، شو تحب الأكلة اللي تحبها أو تحبيها الأكلة أنت تحطيها. نعم، وهذا بالامتحان أصلا مو مهم، مو مهم. هذا عندي هذا المهم، هذا يجي بالامتحانات الشهرية ويجي بالامتحانات الكورس الأول للمقبلين. انتبهوا علي. هنا أنا كلمات مخربطة لازم نرتبها. بوت ضع words الكلمات in order بنظام to make لتكوين correct sentence لتكوين جمل صحيحة. correct صحيح. هاي الكلمات كلها ما مرتبة مخربطة ما منظمة، احنا بالحل ننظمها. ريتشارد ثوت، ريتشارد فكره. ذا واز، كان. فوتبول، كرة قدم. ماتش، مباراة. بورينج، مملة. شنو اكتب وشنو اقول؟ اقول ريتشارد فكره انزلها، ذا انزلها. شنو اكتب؟ ذا فوتبول انزلها، ماتش انزلها، واز هنا اكتبها، مو هاي واز هنا صايره بالوسط، انا احطها قبل الاخير. واز بورينج، ممله. اذا شو الجمله الحقيقيه تصير؟ ريتشارد فكر بان مباراه كره القدم كانت ممله. رقم 2، ويكند نهايه اسبوع. فريندز اصدقاء. يو ذا دو هو انت تفعل. At your visit يعني زيارة. هنا شنو احط بالسؤال؟ انت علامة السؤال. علامة السؤال معناتها ندور على السؤال اللي يدخل بالعلامة السؤال اللي هي الدو. الدو اداة سؤال، لان يعني شفنا علامة السؤال علامة استفهام. اذا نحط دو فعل مساعد دائما شنو؟ يو. دو يو فيزيت، هل انت زرت يور فريندز اصدقائك ات ذا ويكند شو اسمه اصدقائك نهايه الاسبوع؟ بالاخير احط علامه السؤال علامه الاستفهام. هاي ترتيب الجمله، لان هاي الجمله كلها مخربطه منظمه، هنا نظمتها. نعم، هذا هو الحل. وشكرا. هاي اجيب لكم اني دا ادور لكم الاسئله الامتحانات الشهريه اللي تجي بالامتحانات الشهريه، هاي مهمات، وايضا اللي تجي بالكورس الاول للمكملين. ان شاء الله النجاح، واسالكم الدعاء.